الحمد لله رب العالمين، أشهد أن محمدا رسول الله. عايز أتكلم النهاردة شوية عن أصلي وأصل بعض الناس، لأن إحنا ساعات بننسى الأصول، والواحد ساعات بيقلب أصله، يعني عادي ما تحصل دي، إحنا بني آدمين يعني برضه بنغلط كل حاجة. إحنا كمسلمين ومسيحيين في مصر، تعالوا نتكلم عن المسلمين الأول. أصلهم يعني التعاليم الأمية اللي اتعلمناها، اللي علمتها لي أمي وعلمتها لك أمك وعلمتها لك أمك. التعاليم الأمية دي هي التعاليم اللي كان بيعلمها لنا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، وربنا لما بعث الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. والموضوع ما كانش موضوع حفظ وخلاص، يعني ساعات احنا صحيح كنا بنحفظ وخلاص، إنما من التعاليم الأمية واحنا عيال صغيرين كان الموضوع إيه بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان صادق أمين، هي دي أهم حاجة، اللي بيكذب بيروح النار، مظبوط والله. طيب وكمان ورغم كده مفيش، هم صباح وقفالي بالأرنب وعماله تصلخ فيه، طبعا الواحد بقى في نوع أكتر من كده، الأرنب المسلوخ واللي هيتاكل مش عارف إيه بتاعه، وخد بقى يا حبيبي الكبدة دي هخلي ماما تحشها لك، الكبدة بتاعت الأرنب اللي طالعة من مصارينه، والفروة اللي هي تنام عليها بقى أنت كده، طب هي دي النار. فتعاليم الأمية كانت تبت يد أبي لهب وتب، لأن أبو لهب كان بيسب وكان راجل فاحش بيفحش بالقول، وكان هو ومراته بيأتوا كده للفحشاء، يعني في ناس تتجنب الفحشاء وفي ناس يعني يأتوها كده، ويعني كان لسانهم زافل زالف، وكان مش مهم بقى ما أغنى عنهم قالوا ما كسب دي مش هتفرق، ومراته يعني كانت مليانة بالعورات والعيوب، وكان يعني حتى كده قبحها الله، والناس عشان حتى يتقوا شرها لأنها ولية بتاعت مشاكل كانوا بيعملوا فيها إيه؟ اهلا يا ام جميل، وهم اصلا من وراها ام قبيح، هم اهلا اهلا يا ام جميل ومش طايقينها اصلا. فربنا توعدهم العالم دول بايه؟ اروى وعبد العزة، توعدهم بنار بسبب فحشهم، وان هم كانوا بيبغوا على الناس ويبغوا منهم الاشياء وطماعين وجشعين وكده. طيب ده كان بدايتنا. بعد كده النبي بقى اتأذى وعمره ما سب وعمره ما لعن، وراح بعد كده المدينة المنورة وكان وكونت بقى دولة، وبقى عليهم جيران من ديانات أخرى بس ما كانش عندهم مشاكل معهم زي بتوع مكة. وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام في أول اجتماعات للمسلمين بقى في الجمعة يجتمع فيها المسلمين، اللي كانت في مسجد الجمعة عند قباء، بعد من أولها بقى لغاية آخر لغاية النهاردة كل الناس ماشيين على السنة. في آخر الصلاة يقولوا إيه؟ في آخر الخطبة بتاعت الجمعة، إن الله يأمر بالعدل. العدل، العدل ده بقى مش مشكلة مين اللي بيعمله، لو العدل ده يعني العدل كده مش هتفرق مين، أي حد يقول العدل، العدل والإحسان، مش حد يعمل حاجة وخلاص، لا، وإيتاء ذوي القربى، إعطاء. وينهى عن الثلاثة بقى اللي ضدهم، الفحشاء، المبالغة، الفحش في القول، الفحش في المال من غير زكاة، والمنكر، الحاجات الغريبة الطبيعية دي، والبغي، ان الواحد ياخد كده ويكون طماع ومعفن، او يبغى على حقوق الاخرين، او يشتم الاخرين. يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، اصل اللسان ده عمل زي المنشار، يقعد كده ينشر في الناس، يعني مثلا الشيخ اللي الناس بيلوموني دلوقتي بيقولوا لي انت بتشوه صورة الاسلام عشان اتكلمت عن الشيخ، وهو عمال يقطع في لحم واحدة وهي عمالة تعيط قدامه في التلفزيون، ويقول ده دفن ده اسلام، والتاني ماسك صور مش عارف في مين وهي بتتباسى، يعني بدل ما يستر على عرضها، ولو هو فعلا شاف الصورة دي يغطيها، لا ده عشان اسلام يعمل كل حاجة، وعشان شيخ مسموح له انه يعمل كل حاجة، مسموح له يكفر بالله مثلا، ويطلع الناس ويطلعه، وقال ايه بقى ان احنا بنقوله الكلام ده غلط، ده هو ده اللي بيشوه الاسلام، لا ده مش ده، هو ده العدل، هو ده ده هو ده اساس الاسلام، ان احنا نرد الظالم، مش مشكله اسمه ايه ومش مشكله عامل ايه، الناس ليها كرامه، ولما يتكلم عن الناس ليها دور عباده يقول ولا تلاقي الناس على الاونلاين يقولوا عباد الصليب، ما حصلش الكلام ده، ما حصلش الكلام ده من النبي، ما حصلش الكلام ده من ربنا، ان احنا نقعد نشتم في الناس ونسب دينهم ونسب عاداتهم ولا حتى اللي بيعمل غلط، يعني الله يستر عرض الشيخ اللي طلع ده بيتكلم كده عن اعراض الناس وبيقول اهي الدليل اهو، بيبان دليل ان هي بتتباس ولا مش عارف تعمل ايه،
اعوذ بالله، الله يستر عرضه، الله يعامله برحمته. ما هو احنا تعالوا بقى نتعلم الفاتحه، ما هي دي البدايات. بسم الله الرحمن الرحيم، تقوم على الصبح كده في الفجر بسم الله الرحمن الرحيم، من الله ده هو اللي خلق الخلق الواحد، وبعد كده هو الرحمن الرحيم، وبعدين الحمد لله رب العالمين. ما هو في عالم ظلمه وعالم جائره، والمسلمين ان هم يعني مهمتهم في الدنيا يخرجوا الناس من عباده العباد لعباده رب العباد. فالحمد لله. فالعالم ده والعالم ده والعالم ده جمع كلمه عالم ايه بقى؟ لا، جمعت كلمه عالم العالمين. فالحمد لله رب العالمين، وبعد كده الرحمن الرحيم. ما احنا لسه قايلين لا تاني عشان ناكدها 17 مره في 2 بقى احسبها انت، دول المفروض علينا. فلما يجوا بقى ايه الناس يجادلوا، وتيجي واحده ست كده من عوام المسلمين خالص، يعني مش هنتكلم عن حكايه عمر اللي واحده من عوام المسلمين خالص كده، قبل ما يكون في حاجز ما بين الرجال والستات في الجامع، قبل الناس ما يفتكروا ان ما عارفين اكتر من الله ورسوله ويحط حواجز. والست قالت له اتق الله يا عمر، اصابت المراه اخطاء عمر، ده عمر. واحده كده من عوام المسلمين، ولما جت بقى الست للنبي عليه الصلاه والسلام تجادله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، بتجادل النبي مش عاجبها الكلام. الست بقى ما كانتش مبسوطه قوي، وقامت كتبت رساله الشكر. لا، لو هي قاعده كده وتشتكي الى الله وتشتكي لله، مش عاجبها، مش حاسه ان ده في عدل مع النبي اللي بيوحى له. قد سمع الله قال التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. يعني ما اعرفش ساعتها مثلا عملت ايه. قالت يا ربي طب اشكي لك انت، انت حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني مش عارف قالت ايه الست، ما اعرفش يعني، اكيد طبعا كانت مؤدبه جدا. لان السؤال ما حرمش والمجادله ما حرمتش طالما بادب. ده حتى الملائكه اتخلق فيها، اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد. مش فاهمين، لان مش مشكله ان احنا نسال ولا نجادل ولا نقول للشيخ غلط ولا لا 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 لا. وبعدين بقى لما جم بقى للمسلمين مصر، كان في ساعتها العالم اللي هم بتوع الرومان بيضطهدوا المسيحيين المصريين وعايزين يجبروهم على ان هم يخشوا في المله بتاعتهم، في الديانه بتاعتهم. فطبعا المصريين ما الكلام ده مش عاجبهم، وساعتها نشات حركه الرهبنه، لان الناس دول تم ارهابهم وتم تعذيبهم من الناس اللي عايزين يجبروهم ان هم يخشوا في دينهم. وكان ساعتها البابا المصري اسمه البابا بنيامين، والبابا بنيامين كانوا ساعتها الرومان اخذوه وحرقوا جناب اخوه، وكانوا عايشين في ارهاب. يعني كانوا فعلا الناس بيعانوا من الارهاب اللي كان الرومان بيعملوا ليهم. جه بقى